الولايات المتحدة إذا اطلعت على استطلاعات الرأي، هذه الاستطلاعات التي أجرتها جامعة هارفارد منذ عدة أشهر تشير إلى أن 80% من الشعب الأمريكي يدعمون إسرائيل. فإذا لن تجد سياسي واحد في الولايات المتحدة يعارض ذلك. 80% يدعمون قتل الأطفال يعني؟ هاريس. يعني 80% التي تعتبر لا لا بس أريد أفهم، بس أريد أفهم، 80% من الشعب الأمريكي يدعمون قتل الأطفال والنساء وضرب المستشفيات؟ يعني 80% منكم وحوش؟ لا فهمني يعني خلفتهم، يعني هذا ما يدعمها إلا الوحش، 80% من الشعب الأمريكي وحش؟ هاي استطلاعات ما أدري. الطرفين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري متفقين على دعم إسرائيل في نزاعها في الشرق الأوسط. إذن هم شركاء بالجرائم. ولا أصف ذلك. هناك مسائل، يعني الدول العربية تريد التطبيع مع إسرائيل، لماذا لا تلام السعودية، الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، كلهم يريدون التطبيع مع إسرائيل.